في اليوم السابع بعد ال200 للإبادة الجماعية الموصوفة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الصامد، لا دخان متصاعدا بعد من مفاوضات القاهرة، لا أبيض ولا أسود في ظل معلومات متداولة حول محاولة الاحتلال شق الجبهة الفلسطينية عبر مناورة في التفاوض هنا واستعداد للاجتياح في رفح هناك. فماذا في تطورات المشهد الفلسطيني على وقع الحراك الطالبي المتصاعد في الجامعات في العالم نصرة لغزة وفلسطين؟ ماذا في مذكرات الاعتقال للمحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين كبار؟ والأهم، ماذا يخبئ ميدان غزة للأيام المقبلة؟ هنا نسأل مشاهدينا الكرام ونتناقش في كل هذه النقاط وسواها ضمن باقة من المقالات المختارة من الصحافة العربية والأجنبية، ونقرأ بين سطورها مع ضيفتنا لليوم من بيروت أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية دكتور ليلى نقولة، على أن تكون البداية مع باقة مراسلين والبداية مع أحمد غانم من رفح جنوب قطاع غزة. صباح الخير أحمد، تفضل. صباح النور محمد. العدوان الإسرائيلي ما زال متواصلا على مناطق مختلفة من قطاع غزة. قبل قليل أغارت الطائرات الحربية على منطقة المغراقة بوابل من القذائف الصاروخية من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وكذلك نفذت هذه الغارات بالتزامن مع أيضا قصف مدفعي عنيف يطال منطقة نفس المنطقة وهي منطقة المغراقة التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، وتحديدا تقع إلى شمال مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين. هذه المنطقة التي تعرض فيها الجيش إلى كمين محكم من قبل كتائب القسام أدى إلى مقتل اثنين من ضباطه بإعلان طبعا باعتراف الجيش يعني الإسرائيلي. على كل حال الغارات الإسرائيلية طاولت المناطق الشمالية للقطاع وتحديدا بيت حانون وبيت لاهية وتحديدا منطقة أبراج الشيخ زايد، وقصف الجيش الإسرائيلي منزلا في منطقة جباليا أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. في مدينة غزة الجيش الإسرائيلي أغار على حي الزيتون وتحديدا ثلاثة منازل في المناطق الجنوبية الشرقية للحي، ما أدى إلى التقاء ثلاثة شهداء وأكثر من 10 إصابات. ونفذت أيضا الطائرات الحربية غارات شملت أطراف الشجاعية والتفاح والشعب مرورا بمناطق تل الهوى والشيخ عجلين، بالإضافة إلى أن القصف الإسرائيلي أيضا استمر وطاول المنطقة الوسطى وتحديدا مخيمي البريج والمغازي مرورا بالمصدر والزوايدة، واستمر القصف المدفعي الذي طاول أحياء أو مناطق مثل مفترق الشهداء مرورا بالمغراقة والزهراء ووادي غزة وصولا إلى شارع الرشيد. وكذلك أيضا في منطقة شمال مخيم النصيرات الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا أدى إلى وقوع 4 شهداء وأكثر من 15 شهيدا في خان يونس. أيضا الجيش الإسرائيلي قصف مسجدا ومنزلين في منطقة معا ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، بينما تواصل قوات الدفاع المدني جهود انتشال جثامين شهداء من داخل مجمع ناصر الطبي وكذلك محيطه. وفي رفح جنوب القطاع الجيش الإسرائيلي قصف طبعا بهدف واحد غربي مدينة رفح أرضا زراعية لم يبلغ فيها عن وقوع إصابات، وإنما قصف أيضا هذه الليلة الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة رفح دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات. شكرا لك أحمد غانم مراسلنا من رفح جنوب القطاع. نبدأ مختاراتنا مع صحيفة نيويورك تايمز وهذا المقال لكاثرين روزمان عن الحراك الطالبي. تنقل الكاتبة عن الناشطين المؤيدين للفلسطينيين قولهم إن حركتهم معادية للصهيونية لكنها ليست معادية للسامية. هذا برأيها تمييز لا يقبله الجميع. تتابع يصل التوتر إلى جوهر السؤال الذي أثار الجدل بين المراقبين ومنتقدي الاحتجاجات. عند أي نقطة يتجاوز الخطاب السياسي المؤيد للفلسطينيين في زمن الحرب الخط إلى نوع من معاداة السامية التي تعهدت الكليات بمكافحتها؟ المتظاهرون يعتقدون أن مسألة معاداة السامية لا تنطبق على نشاطهم. يلفت قادة الاحتجاجات إلى مشاركة طلاب يهود في التحركات وهم يفرقون بين معاداة الصهيونية والكراهية ضد الشعب اليهودي. هذه حجة برأي الكثير من اليهود وفق الكاتبة هي بمنزلة ورقة توت للتعصب. إذن دكتور ليلى، لعل هذه المفارقة مهمة جدا للنقاش فيها والتعمق فيها لشرحها للسادة المشاهدين، لأن هناك فرق ما بين هذه الرواية والدعاية الصهيونية حول
معاداة السامية التي يتذرعون بها وما بين فعلا الكراهية لليهود وهو ما لا يحصل، لأن هناك توافق وتباين في الآراء ما بين الكثير من الطوائف اليهودية والحركات اليهودية المناهضة للصهيونية وما بين كل أطياف المجتمع الأمريكي وأطياف عدة وتيارات عدة غربية وبطبيعة الحال مع أبناء منطقة الشرق الأوسط. صباح الخير. بشكل عام يعني معاداة السامية باتت تطلق على أي وصف ينتقد الإسرائيليين، هناك فرق كبير جدا بين الصهيونية واليهودية. معاداة السامية تاريخيا نشأت بأوروبا حين كان هناك اضطهاد لليهود في أوروبا باعتبار يعني أن كان هناك العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تثير ريبة المجتمعات الغربية من اليهود بالذات، فأطلقت على هذه الشعارات، هي شعارات معاداة السامية، بالرغم من أن ليس فقط اليهود هم ساميون ولكن أيضا العرب هم ساميون نسبة إلى سام بن نوح، يعني هناك العديد من الأعراق في الشرق الأوسط يعني هي سامية. ولكن اليوم هناك محاولة من قبل الإسرائيليين بالذات ومن قبل الصهيونية بالذات للقول بأن أي معاداة لإسرائيل هي معاداة لليهود، وطبعا هناك الكثير من الأصوات اليهودية التي ترفض هذا الشيء بالرغم من كل المحاولات الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من الرئيس الأمريكي جو بايدن لربط أي انتقاد لإسرائيل باضطهاد اليهود، وهذا طبعا غير صحيح، والجيد أن الكثير من اليهود يكافحونه بشكل كبير خاصة في المجمعات الطالبية التي تنتفض اليوم على الحرب في غزة. المركز الفلسطيني للإعلام نشر هذا الكاريكاتير حول الحراك الجامعي العالمي للجامعات، وبطبيعة الحال هذا الرسم يعبر عن التوجهات لدى الطلاب و الشعارات التي يرفعونها مناصرة للقضية الفلسطينية، نصرة لغزة، وفي ذلك أيضا دحض لهذه السردية الصهيونية ومناهضة منهم وبهذا الحراك الطالبي للإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل بدعم وتسليح أمريكي. ولأن الحركات الطالبية الجامعية لم تقتصر فقط على الشارع الأمريكي وبعض الدول العرب الغربية أيضا الأوروبية منها تحديدا، أيضا في أكثر من ساحة عربية ومنها لبنان، حيث تنظم اليوم العديد من التظاهرات الطالبية. سينضم إلينا الآن الزميل الحسين السيد من بيروت من أمام الجامعة اللبنانية الدولية الآيو لإطلاعنا أكثر على تفاصيل هذا الحراك الطالبي هناك. تفضل حسين. نعم محمد، يعني كما نعلم بيروت هي العاصمة التي لا تهدأ دعما لغزة ودعما لفلسطين، ولكن هذا الحراك اليوم له رمزيته كونه أيضا داعما لتحركات الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء الطلاب اليوم تحركوا في جامعات عدة هنا في مدينة بيروت تحديدا، نحن أمام جامعة الأيو في بيروت حيث نشهد هذا التحرك الحاشد ورفع للعلم الفلسطيني، علم فلسطين ضخم كما نشاهد، ورفع لأعلام المقاومة وأيضا الأعلام اللبنانية ولصور الشهداء وترديد شعارات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية وأيضا شعارات مؤكدة على دعم المقاومة ودعم التحركات الطلابية في جميع أنحاء العالم وأيضا التنديد بقمع هذه التحركات الطلابية. إذن هذا التحرك اليوم يسير بالتوازي مع عدة تحركات تشهدها العاصمة بيروت تحديدا، طلاب جامعيون قرروا اليوم التحرك دعما لغزة وأيضا دعما لهؤلاء الطلاب. نستضيف أحد الطلاب اليوم ليحدثنا أكثر عن هذا التحرك، ما الهدف اليوم من هذا التحرك؟ الهدف من هذا التحرك أن نرجي العالم كله أنه بعد 200 يوم وأسبوع من الطوفان الأقصى بعدها القضية حية فينا، وبعد عنا الحماس لنصرة فلسطين وغزة وأهل غزة وأطفال غزة. كيف تنظرون اليوم يعني أمريكا التي تروج على أنها دائما الديمقراطية الوحيدة وأنها أصل حرية التعبير، واليوم تقمع هؤلاء الطلاب الذين يتظاهرون دعما لغزة؟ من أعظم ما فرجتنا عليه طوفان الأقصى هو جشع الأمريكان وكذبهم على العالم من ناحية الديمقراطية، وهذا ما عم نشوفه بالجامعات بالولايات المتحدة، كيف أنه الدولة عم تقمع الطلاب من تعبير عن رأيهم الحر اتجاه هذه القضية الفلسطينية اللي هي القضية الحق. شكراً.
نستضيف أيضا إحدى الطالبات اليوم تشاركين اليوم في هذا الاحتجاج ضد الدين الكوفية الفلسطينية. لماذا اليوم يأتي هذا الاحتجاج؟ نحن هلأ جايين هون لحتى نوعي الشعب العربي، مش بس الشعب الأوروبي اللي هو يعتبر بس متضامن مع القضية الفلسطينية، أما نحن الدول العربية والشعب العربي إحنا مش متضامنين، لأنه هاي القضية قضيتنا. لحتى نفرجي كمان الكيان الصهيوني أنه أنت مهما قتلت ومهما دمرت وعملت مجازر نحن ما رح نوقف، لأنه فلسطين غالي كتير علينا وهي مهرها مهر بس الدم، غير هيك ما رح تتحرر. شكرا. يعني محمد كما استمعنا هي تأكيد على أن فلسطين هي القضية الموحدة لهؤلاء الطلاب اليوم هنا في بيروت، وأيضا التي يرفعون شعارات لها تنديدا بالعدوان بغزة، يرفعون هذه الأعلام الفلسطينية بحضورهم الحاشد اليوم هنا في أمام جامعة الألايو في بيروت. إذن هذا التحرك يأتي دعما لغزة وأيضا دعما للطلاب في الجامعات الغربية الذين يتظاهرون والذين يتعرضون للقمع من قبل الشرطة الأمريكية، وسواء في الدول الأوروبية أيضا ومنها فرنسا التي تشهد احتجاجات جماعية. إذن هو تحرك للتأكيد على أن القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في لبنان، كما كانت منذ اليوم الأول لانطلاق طوفان الأقصى. هذه المدينة التي لم تغب عنها التحركات الداعمة لغزة منذ بداية هذه العملية لكتائب القسام. شكرا لك حسين، حتى الساعة ستبقى معنا لتوفينا بكل جديد. يعني دكتور ليلى، هذا المشهد الذي يأتي من بيروت ليس الأول وبالتالي لن يكون الأخير. هذه طبيعة العاصمة اللبنانية بيروت التي رفضت سابقا التطبيع وحاربته لتثبت عربية هويتها وبالتالي انتمائها إلى جذر المقاومة في المنطقة. هذا الدعم الطلابي اليوم إلى ما يشير من بيروت تحديدا، أي دلالات يحمل؟ طبعا بيروت كانت دائما يعني صدى الأحرار في العالم وأيضا في العالم العربي. يعني نحن تاريخيا بيروت كانت تعرف بحرية الصحافة، بالأقلام الحرة التي تدعم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية. وهذا التحرك الطالبي اليوم يعني ليس غريبا على بيروت. بيروت التي كانت تضج دائما شوارعها بمناصرة القضية الفلسطينية، وطبعا يعني نحن لبنان نناصر القضية الفلسطينية ونناصر غزة اليوم بعدة أشكال، ليس فقط التظاهرات الطالبية بل أيضا الحرب، يعني الحرب جبهة المساندة التي تشكل ضغط على الجيش الإسرائيلي ليخفف ضغطه على العسكري على غزة. لا، هذا ما عودتنا عليه بيروت. بيروت يعني عاصمة الحرية في هذا الشرق. سنستأنف معك دكتور هذه الجولة على مختاراتنا من الصحافة إلى صحيفة نيويورك تايمز. هذا المقال لبيتر بايكر يقول فيه أن فريق جو بايدن يرى نافذة ضيقة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والرهائن في غزة. تنقل عن مستشارين للرئيس الأمريكي قولهم إن عددا من العوامل تضافر ليجعل من هذه اللحظة فرصة قد تمكن الرئيس من كسر الجمود. تتابع يضغط مستشارو الرئيس من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل أن تتمكن إسرائيل من بدء هجومها الذي هددت به منذ فترة طويلة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. يحاول مساعدو بايدن في مجال الأمن القومي ضبط الضجيج لوقف الحرب مؤقتا أو بشكل دائم. يعني انطلاقا من الهامش الزمني المتبقي للرئيس بايدن قبل خوض السباق الرئاسي الانتخابي اليوم، ما هي المساعي التي يجب على إدارة بايدن أن تنتهجها للضغط على نتنياهو وتحقيق النقاط التي قد تعود بالفائدة ليس فقط على المسرح السياسي التفاوضي والدبلوماسي المتعلق بهذا الجانب تحديدا، إنما أيضا برجع الصدى أو بمفعول رجعي على الإدارة الأمريكية في حساباتها الانتخابية النقطية؟ بشكل أساسي هناك عاملين يضغطان على إدارة الرئيس بايدن لكي توقف عملية رفح أو لتوقف وقف إطلاق النار، لتؤدي لتوقف إطلاق النار في غزة. العامل الأول هو الانتخابات. نحن في سنة انتخابات، وملاحظ من التصويت الذي حصل في الانتخابات التمهيدية، التصويت الاعتراضي غير ملتزم، بالإضافة إلى يعني انتفاضة الطلاب في الجامعات. هذا يضغط كثيرا على الحزب الديمقراطي، ومن يعني من كل التوجهات تقول بأن إذا استمر بايدن في دعم الحرب الإسرائيلية على غزة سوف يسقط مقابل دونالد ترامب، لأن الحزب الديمقراطي بداخل الحزب الديمقراطي لن يلتزموا بالتصويت له. هذا بداية الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو يسعى ويهرول نحو
اتفاقية تطبيع مع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، لاحظنا أمس من المؤتمر مؤتمر دافوس الذي حصل في السعودية، والذي قال فيه أنتوني بلينكين أن هناك احتمالات كبيرة لأن يكون هناك تطبيع، ولكن أيضا رد السعوديون بأنه إذا لم تتوقف الحرب في غزة ولم يكن هناك مسار جدي وحقيقي لدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية فلن يكون هناك أي تطبيع. هناك حاجة للولايات المتحدة الأمريكية لإدارة بايدن لأن تقيم تطبيعا بين السعودية وإسرائيل لكي تستثمره في انتخاباتها، ولكي يقال أنها حققت إنجازا ما في الشرق الأوسط، ولكي ترضي اللوبيات في الداخل الأمريكي. ولذلك لكن أنا لا أعتقد أنه سوف يحصل، لأن جو بايدن متواطئ مع نتنياهو في هذه الحرب على غزة. وكما في جامعات النخبة في الداخل الأمريكي، كذلك في بيروت من أمام جامعتي، الجامعة الأمريكية في بيروت مع عباس صباغ والجامعة اللبنانية الأمريكية مع علي الأحمر، ينضمان إلينا مراسلانا من هناك. أبدأ معك عباس صباغ، لو تضعنا في صورة هذه التحركات الطالبية من أمام الأيوبي. نعم، تحية لك والمشاهدين الميادين الأكارم. بطبيعة الحال في البداية لابد من الإشارة بأن إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت منعت فريق الميادين من الدخول لتغطية الاعتصام الذي بدأ في هذه الأثناء داخل حرم الجامعة. طبعا هناك منع لبعض وسائل الإعلام، لكن المصادفة بأن الوسائل الإعلام المناصرة لفلسطين وبشكل واضح منعت من الدخول وتغطية هذا الاعتصام. هذا الاعتصام الذي يأتي ضمن انتفاضة طلاب لبنان إن صح التعبير من أجل فلسطين ولدعم المقاومة الفلسطين، وأيضا هناك حتى بعض خريجي الجامعة الأمريكية فقط محمد منعوا أيضا من الدخول للمشاركة في هذا الاعتصام، وارتأوا أن يبقوا هنا أمام مدخل الجامعة الأمريكية للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين في هذا اليوم، يوم الحراك الطلابي الذي يعني تشهده الجامعات في لبنان، وذلك استجابة لنداء طلاب لبنان تحت شعار يا طلاب لبنان انتفضوا من أجل فلسطين، من أجل نصرة فلسطين ونصرة غزة، هذا القطاع الصامد والمقاوم. سنحاول أن نسأل بعض الذين في هذه الأثناء، يعني لم تدخلوا إلى، لو سمحت بس، لماذا لم تدخل الاعتصام؟ منعونا ندخل مع انه نحن من خريجي الجامعه الامريكيه واولادنا تعلموا فيها بس هيدي سياستهم، ما بعرف شو الهدف منها ولوين حتوصل. هيدا اللي عندي اقوله، ما عم بيمنعونا نفل، عم بيمنعونا نفوت وعم بيمنعونا نشارك بحقنا السلمي بالوقوف مع فلسطين بهالايام العصيبه. شو بتقولوا لفلسطين اليوم في هذا؟ بنقول انه نحن معك ونحن إليك ونحن ما حتنحل شيء بالمنطقة غير ما تنحل قضية فلسطين، هي القضية الأولى المركزية الأولى وفقط لا غير. شو بتقولوا اليوم بهذا الاعتصام الذي منعتوا من المشاركة فيه ومنعت وسائل الإعلام من تغطيته؟ نحن جينا لهون أسوة بجامعات أمريكا بالعالم برا والجامعات الأوروبية نوقف وقف التضامن ضد الإبادة اللي عم بيصير بحق شعبنا بغزة. نعم، يعني هناك ايضا من ارتأى ايضا ان يرفع اللافتات هنا على مدخل الجامعه الامريكيه في بيروت للتضامن مع غزه ولرفض الاباده الجماعيه التي ترتكب منذ نحو 7 أشهر في قطاع غزه الصامد والمقاوم. طبعا هذه الاجواء من خارج حرم الجامعه الامريكيه، يعني حتى اللحظه الاعتصام بدأ قبل قليل والوقفه التضامنيه بدأت، لكن نحن مضطرون لان نغطي من هذا المكان بسبب قرار اداره الجامعه الامريكيه في بيروت بمنعنا من تغطية الاعتصام رغم اتباعنا كل الإجراءات التي طلبوها منذ الأمس، وحتى اليوم كررنا هذه الإجراءات، لكن كان هناك قرار واضح بأن الإدارة لا تسمح لنا بالدخول لتغطية بس هذا الاعتصام. سؤال استفساري يعني عباس، هل هناك أي حراك داخل حرم الجامعة أم فقط أمام المدخل للاستفسار؟ طبعا هناك حراك داخل حرم الجامعة، سنحاول يعني إذا سمح لنا بأن نلتقط ولو صورة عن بعد لهذا. طبعا الأمن طلب منا أن لا نقترب كثيرا من مكان الاعتصام، الاعتصام بدأ قبل قليل، الأعلام الفلسطينية حاضرة والهتافات والشعارات التي تؤيد المقاومة الفلسطينية وترفض ما يجري في غزة من إبادة جماعية وتؤكد بأن لبنان هو ليس فقط جبهة إسناد على طول الحدود
وإنما أيضا هو جبهة إسناد للمقاومة الفلسطينية من بيروت، من عاصمة المقاومة التي احتضنت المقاومة منذ عقود. وهذه الجامعة كان هناك تحركات كثيرة على مدار العقود السابقة يعني نصرة المقاومة، المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية. يعني كما ترى يعني نستطيع يعني بقدر الإمكان أن نظهر صورة الاعتصام الذي بدأ قبل قليل في 11 تماما، أسوة بسائر الجامعات اللبنانية التي انتفضت اليوم من أجل فلسطين. يعني هذه هي الأجواء التي يمكن لنا أن ننقلها بعد قرار إدارة الجامعة بطبيعة الحال بمنعنا من الدخول إلى داخل حرم الجامعة الأمريكية في بيروت. طبعا بعض المعتصمين أيضا يقفون خارج حرم الجامعة، أيضا منعوا من المشاركة رغم أنهم من خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت. وبالتالي يعني هذا الاعتصام يتواصل، هذه الوقفة التضامنية مع غزة مع فلسطين من أجل نصرة فلسطين تتواصل في هذه الأثناء في الجامعة الأمريكية. سنعرف في منكم عباس أكثر في رسائل تالية حول ما إذا كان هناك قرار باستمرار هذه الحركات الطالبية وبنصب خيام، أم سيكتفون لليوم بهذا الشكل من الحركة. تحول إليك علي الأحمر مقابل الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو بهذا الحراك الذي انطلق قبل ساعة تقريبا من الآن، لنستطلع منك أكثر حول تفاصيله والعناوين التي تطرح سواء في داخل حرم الجامعة أو أمام المدخلين الشمالي والجنوبي لها. نعم محمد، بعيدا عن مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من دول غربية والأوروبية، ولكن قريبا من فلسطين المحتلة ومن المجازر التي تحصل في قطاع غزة، ينتفض طلاب الجامعة اللبنانية الأمريكية أسوة بغيرهم من طلاب الجامعات في لبنان، وكاستمرار وامتداد للانتفاضة التي بدأت في الجامعات الأمريكية وبعض الجامعات الأوروبية، نصرة لغزة ودعما للمقاومة ودعما لإقامة دولة فلسطين الواحدة وعاصمتها القدس. بدأت هذه الوقفة منذ ساعة، هم يستمرون تحت الأمطار في العاصمة اللبنانية بيروت. المشاركون رفعوا علم كبير لفلسطين كما نشاهد محمد، إضافة إلى أعلام الفلسطينية والأعلام اللبنانية، وسط شعارات تطالب بإنهاء المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأهالي في غزة، وبإقامة دولة فلسطين من النهر إلى البحر. هذه الوقفة محمد نظمت بمشاركة عدد كبير من الأحزاب الوطنية واللبنانية والأحزاب اليسارية وبعض المجموعات أو النوادي الفلسطينية من الطلاب المسجلين في الجامعة. اللافت محمد أن هؤلاء لو تسمح لي علي سأعود إليك على أهمية ما تتفضل به من أمام الأيولي، نسمع إلى كلمة الطلاب من أمام جامعة بيروت العربية. أن يستفيق، أما آن لهذا الجيل أن ينزع عنه ثوب التبعية والمهانة فيصدح في كل البقاع مدويا، لن نعترف بإسرائيل. هذا الكيان المؤقت لن يقف على حدوده المزعومة، فهو حلم دولة صعلوكة تمتد من الفرات إلى النيل. فلنقف على قلب طالب ثائر واحد لنبذ كل أشكال التطبيع والخيانة، عسى أن يكرمنا الله بأن نكون من جيل التحرير. والرسالة الثالثة إلى طلاب العالم المنتفضين وخصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، والله إنكم زلزلتم الكيان الجبان بهتافكم وأربكتم العالم بحراككم، فاثبتوا أيها الأبطال، فعندكم معاقل صنع القرار، ولا تنسوا شكر غزة، فقد كشفت لكم زيف الديمقراطيات المزعومة وكسرت عنكم قيود الإعلام الذي طالما تغنى بالموضوعية والصدق. فشكراً لكم لنفضكم غبار الركود عن هذا العالم، شكراً لكم أيها الأحرار. والرسالة الأخيرة نصل بها إلى إدارة جامعتنا الكريمة، هذه الجامعة التي قدمت زينة أقمارها طبيباً شهيداً في سبيل الله، من الوفاء له
أن نقطع شريان الحياة عن عدوه في حرم جامعتنا. نطالب الإدارة الكريمة بإصدار قرار عاجل بسحب كل البضائع الداعمة لهذا الكيان المجرم وكل منتج يندرج تحت حملة المقاطعة العالمية من حرم الجامعة والكافيتيريا بكل الأفرع، مع التعهد بعدم إعادتها في أي حال من الأحوال، فالهدف هو الاستغناء التام وليس المقاطعة المرحلية التي تنتهي بانتهاء الحرب. فإن شراءنا لهذه البضائع على مدار السنوات السابقة هي التي أغنت خزائنهم ليقتلوننا اليوم، ولن نكرر هذا الخطأ مرتين. وسنتقدم باسمكم جميعا للإدارة بطلب رسمي لبت هذه القضية في أسرع وقت. وفي الختام نود تذكيركم أن فريق الشهيد حسين درويش في الحراك الطلابي يجمع التبرعات الآن ويبيع بعض الإكسسوارات ليذهب ريعها إلى غزة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا تنسوا أيها الإخوة والأخوات أن هذا السبيل عبدت أن هذه السبيل عبدت بالدماء وزينت بالتضحيات، فمن الوفاء أن نثبت على هذا الدرب ونجعل لغزة حصة يومية من حياتنا ونشاطنا ومالنا وحتى نشرنا على التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. لا انا طويل بخاف عليه. اذا محمد درويش مراسلنا من امام جامعة بيروت العربية عن هذه التظاهرات وهذه العناوين التي ترفع من أمام هذه الجامعة لأهميتها ودلالتها اليوم. كيف يبدو عليه المشهد قبل أن نعود ونستمع إلى بعض مما سيقولها الشيخ حسن مرعب وهو أحد المدراء العامين في دار الفتوى؟ تفضل. الحمد لله الذي أعزنا بغزة، فغزة اليوم هي مصدر العزة، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، الطلاب والطالبات الذين رفعوا رؤوسنا عاليا بملاقاتهم لطلاب العالم الشرفاء الذين يواجهون هذا الظلم وهذا الطغيان على مستوى العالم أجمع، الذين يواجهون مدعي الإنسانية والعدالة والحرية وهم يقمعون اليوم طلبة جامعيين فقط لأنهم يقولون لا نريد ظلما، ليس لشيء آخر، لأنهم يؤيدون قضية إنسانية في المبدأ، قضية محقة، قضية شعب، قضية أطفال، قضية نساء، قضية شيوخ، يقتلون أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، تحت مرأى ومسمع العالم، وبسلاح أمريكي، وبإشراف أوروبي، وتحت رعاية أممية للأسف. هذا العالم الذي أصم آذانه وأغمض أعينه عن المجازر التي ترتكب في غزة منذ 207 أيام، نحن اليوم بعد 207 أيام لم تتوقف الآلة المجرمة الظالمة عن قتل أهلنا في غزة وفلسطين. هذه الآلة الصهيونية، هذه الآلة البربرية، هذه الآلة النازية، هذه الآلة التي يمكن لك أن تصفها بأبشع الصفات، وكل صفة من هذه الصفات لا يمكن لها أن تعبر عن طغيانها وعن ظلمها وعن جرمها الذي ترتكبه بحق أهلنا في غزة وفلسطين. ويريدون منا أن نسكت، ويريدون منا أن نقف على الحياد. نحن على مدى هذه الأيام التي مضت لم نحرف البوصلة، لن نغير مسارنا ولن نغيره بإذن الله. حاولوا كثيرا، مارسوا علينا كل أنواع الضغوط، اتهمونا بأبشع الاتهامات، وصفونا بأسوأ الصفات،
حاولوا أن يأخذونا يمينا ويسارا إلى فتن هنا وهناك وإثارة للنعرات المذهبية والطائفية، فقط ليحرفوا بوصلتنا عن فلسطين وعن غزة. ولكننا قلنا لهم جميعا: نحن لن نكون وقودا لفتنتكم، ولن نكون يدا في مشروعكم، ولن نكون دعاة لفتنتكم ولا لحيادكم وخذلانكم، بل سنبقى إلى جانب غزة، سنبقى إلى جانب فلسطين، سنبقى في مواجهة العدو الإسرائيلي مهما كلفنا ذلك. نقدم الأرواح، نقدم النفوس، نقدم الأموال، وبإذن الله عز وجل سنبقى نقدم ونضحي. وها هم شهداؤنا في الجنوب اللبناني، يمتزج الدم في الأرض التي هي على حدود فلسطين، يمتزج فيها الدم المسلم، لا فرق فيه بين سني ولا شيعي. كلنا نقاوم العدو الإسرائيلي، وكلنا نواجه طغيانه، وكلنا نساند غزة، وكلنا نقف إلى جانب فلسطين. هذه قضيتنا التي لن نتخلى عنها، وهي اليوم أيها الطلاب والطالبات هي في أمانتكم، هي في أعناقكم، أن تستمروا بهذه الوقفات وهذه الاحتجاجات المشرفة المشرفة والتي ترفع الرأس عاليا. لن يسبقكم أحد من طلاب العالم لكي يكون إلى جانب غزة وفلسطين، أنتم أولى بذلك، وأنتم أهل لذلك، وأنتم أعز على ذلك، وأنتم أحرص على ذلك، وأنتم أأمن على ذلك. فمنكم نستشرف المستقبل المنير، المستقبل الذي نرفع به رؤوسنا عاليا في اختصاصاتكم التي كل منها يحاول، كل منكم يحاول أن يبذل جهده لكي يكون بارعا فيها بإذن الله عز وجل. ولكن البراعة اليوم، كل البراعة، أن تكون صادقا، أن تكون مقاوما، أن تكون شريفا، أن تقول للظالم لا، وأن تقول لهذا العدو الغاشم: لن أترك لك أبدا أرض فلسطين، لن نترك له أرض فلسطين، ولن نسمح له بأن يستكمل جريمته. واليوم هذه الصحوة العالمية في الجامعات ستستمر بإذن الله عز وجل، وستستمر إلى كل الشرفاء في كل النواحي وفي كل الأماكن. لن نتراجع بإذن الله عن نصرتنا لقضيتنا. ونقول لأبناء لبنان، كل أبناء لبنان، لن نستثني أحدا، حتى ما يقول نحن عم نجامل أو نحن عم نتهم، سنقول لكل أبناء لبنان مسلميهم ومسيحييهم: هذه قضية ترفع من شأنكم، هذه القضية تشرفكم، هذه القضية إذا كنتم تحبون لبنان فأنتم تدافعون من خلالها عن لبنان، لأن هذا العدو الغاشم عندما ينتهي من غزة، وبإذن الله لن ينتهي من غزة، بل غزة هي مقتلته ومقبرته، إن انتهى منها لا قدر الله فإنه لن يرحمكم في لبنان، ولن يفرق في لبنان بين مسلم وآخر، وبين مسلم ومسيحي، وبين لبناني وآخر. كل اللبنانيين هم يعلمون تماما أن هذا العدو يطمع في أرضنا، فأرضه المزعومة ودولته المزعومة التي تشمل لبنان وسوريا وكثير من الدول العربية، هو يريد أن يحقق هذا الأمر، ولكن بإذن الله كحلم إبليس في الجنة، كحلم إبليس في الجنة، لن يكون له ذلك بسواعد مجاهدينا، بسواعد أبطالنا، بسواعد أبنائنا وأبناتنا الجامعيين. بإذن الله عز وجل سنقف صفا واحدا في مواجهة هذا العدو الغاشم، وإنه بإذن الله تعالى طريق لا مفر منه، ولن يكون له إلا نهاية سعيدة، فإما النصر وإما الشهادة. والله على ما نقول وكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذن محمد درويشي، كلمة مهمة جدا بأبعادها ودلالاتها لما تحمل من أبعاد من المفتش العام المساعد في دار الفتوى الشيخ حسن مرعب، وقبلها كلمة، الكلمة التي ألقيت باسم الطلاب من أمام جامعة كما هو معروف بدعمها من قبل صندوق تابع لجامعة الدول العربية، على غرار باقي الجامعات التي يعني معروف أنها تدعم من جمعيات الخريجين وصناديق تدعم المدعومة من الخارجية الأمريكية في الليو والأيو بي. هذه المشاهد لحرق العلم الإسرائيلي من أمام أحد الجامعات
أيضا في بيروت على ما يبدو الجامعة اللبنانية الدولية الآيو مجددا في هذه المشاهد للتظاهرات والهتافات التي تخرج من أمام حرم الجامعات الكبرى في بيروت. هذه المشاهد التي تأتينا من الجامعة اللبنانية الأمريكية الآيو مجددا إليك علي الأحمر، تضعنا في صورة هذه المشاهد والشعارات التي ترفع لديك. ريثما يسمعني علي الأحمر، أعود إليك دكتور ليلى، لعل هذه المشاهد التي تأتينا من أمام جامعات للنخب كما يعتبرها مؤسسوها وداعموها والذين يرعوها سواء من جامعة بيروت العربية والجامعة العربية أو من جامعة الأيوبي والأليو المدعومة من جمعيات الخريجين وصناديق المستثمرة من والتابعة لمراكز القرار الأمريكية، هذه تحمل دلالات بطبيعة الحال وأبعاد لرسم هذا المشهد ولطبيعة الخطاب والعناوين التي ترفع لديك. طبعا يعني لفتني الموضوع انه ان اسرائيل كانت منذ عام 2003 وحتى يعني في مؤتمر هرتزيليا عام 2008 وتتابعا لغايه 2013 كانت في كل توصيات مؤتمر هرتزيليا تتحدث عن ان ازكاء الفتنه السنيه الشيعيه وازكاء الصراع السني الشيعي هو مصلحه استراتيجيه لاسرائيل. اليوم غزه وحدت الجميع، كل هذا الخطاب التقسيمي الذي ساد في وقت سابق، كل هذه الاصوات التي خرجت تقول ان إيران هي العدو وليس إسرائيل هي العدو، اليوم سقطت على أبواب غزة. أعتقد أن غزة وحدت الجميع، كل صوت ينادي بالفتنة يتم نبذه، وهذا شيء مؤشر جيد جدا لعودة الصراع العربي الإسرائيلي، لعودة فلسطين كقضية مركزية تهم جميع العرب وتهم جميع المسلمين. وهذه الشعارات التي ترفع مجددا، نستمع إلى بعضها مجددا، هذه الهتافات التي ترفع من أمام الجامعات، هذه الجامعة الأمريكية اللبنانية الأمريكية الأيو في بيروت نتابعها أيضا. درويش هل تسمعني الآن؟ نعم محمد، بدعوة من الحراك الطلابي في جامعة بيروت العربية نفذت منذ قليل، يعني بدأت تنتهي الوقفة التضامنية التي قام بها طلاب الجامعة بيروت العربية تضامنا مع التحرك الحراك الطلابي العالمي وأيضا دعما للتظاهرات الطلابية التي تشهدها الجامعات، عدد من الجامعات الأمريكية والأوروبية في العالم. طبعا هذا التحرك يجري انطلاقا من يعني من واجب كل مثقف بان يحمل لواء مناصره القضيه الفلسطينيه انسجاما مع التحرك الطلابي العالمي. المشاركون هنا عبروا عن تضامنهم مع طلاب الجامعات الامريكيه الذين يتعرضون لابشع انواع القمع والاعتقال، ليس فقط لاعتقال للطلاب في الجامعات بل ايضا للشخصيات الاكاديميه وايضا للأساتذة الجامعيين، وكذلك أيضا يعني هذا الحراك الطلابي الجامعي الذي انطلق من جامعة كولومبيا الأمريكية واجتاح العشرات الجامعات في العالم استنكارا للدعم الأمريكي لتل أبيب ووصل إلى بيروت اليوم. أهمية هذه المشاركات، إذن طبعا المشاركات هنا رفعوا لافتات تطالب برفع الحصار عن غزة وكذلك إنهاء هذه الحرب وفتح المعابر في غزة. المشاركون هنا أيضا أكدوا أهمية هذه الوقفة في إثارة الرأي العام العالمي، وخصوصا أن الأجيال، خصوصا في على صعيد الأجيال الشابة التي تقوم اليوم بهذه التحركات في الجامعات الأمريكية، وهذا ما يثير الخوف المسؤولين الإسرائيليين الذين دعوا إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فوري واعتبروها بأنها ظاهرة خطيرة، وكذلك على صعيد أهمية تشكيل وعي سياسي واجتماعي لما يحصل في فلسطين من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. نستمع إلى هذه الشعارات التي ترفع من أمام جامعة بيروت العربية معك محمد درويش. ولشهيدنا حسان بنقول يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح.
يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح، واحنا نواصل الكفاح. سأتحول إلى الجامعة اللبنانية الدولية معك حسين درويش مجددا لنفهم منك أكثر، حسين السيد، لنفهم منك أكثر تفاصيل المشهد من داخل حرم هذه الجامعة بعدما كنا نقلنا معك وقاع هذه التظاهرات من أمام أحد مداخل الأيو. نعم محمد، يعني لا يزال هذا التحرك الحاشد مستمرا هنا من امام جامعه الال ايوب في بيروت، كما نشاهد في الصوره رفع شعارات، رفع الاعلام اللبنانيه والفلسطينيه ورفع اعلام المقاومه الاسلاميه ايضا، صور الشهداء حاضره هنا، صور الشهداء الذين ارتقوا في جنوب لبنان على طريق القدس، شهداء المقاومه الاسلاميه، شهداء حركه حماس، ايضا شهداء الجماعه الاسلاميه، وكل هؤلاء المقاومين الذين كانوا ولا يزالون يدافعون عن جنوب لبنان ويضغطون من خلال هذه الجبهة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها على غزة. إذن هنا التحرك لا يزال حاشدا تأكيدا على دعم غزة، دعم خيار المقاومة، تحديدا دعم خيار المقاومة ضد هذا الاحتلال، وأنه الحل الوحيد مع هذا الاحتلال. هذا ما يردده الشبان والشابات هنا في ساحة جامعة الآل أيوب، كما نستمع إلى الشعارات التي يرددونها ويرفعونها، لأن إسرائيل ليست فوق القانون اليوم، هي يجب أن تحاسب على جرائمها. وأيضا هم يدعمون التحركات الطلابية حول العالم، كان هناك كلمة لممثلين عن تحرك الطلاب هنا في الجامعة أكد خلالها دعمهم لهذه التحركات، وأكد أن القضية الفلسطينية حية في ضمير الشعوب العربية، هي حية في قلب هؤلاء الشبان الجامعيين الذين يحتشدون هنا في جامعات لبنان للتأكيد على دعم غزة ودعم فلسطين ودعم خيار المقاومة. إذن كما نشاهد هذا التحرك لا يزال مستمرا منذ نحو ساعة إلى الآن، ويستمر فيه هؤلاء الطلاب، يستمرون في ترديد الشعارات طبعا، كما نسمع يعني هم يؤكدون على وحدة الدول العربية في دعم هذه القضية الفلسطينية، القضية الأسمى بالنسبة لهؤلاء الشبان، وقضية يعني الشعوب العربية كاملة كما يؤكدون. إذن هذا التحرك لا يزال مستمرا بالتوازي طبعا مع تحركات في الجامعات المختلفة تحديدا هنا في بيروت، وجاءت هذه التحركات في سياق الدعم المستمر لقطاع غزة وأيضا المقاومة هناك، وكما قلنا أيضا للتحركات الطلابية في الجامعات الغربية. وهناك تأكيد على أن التحركات في هذه المنطقة تحديدا في على أو على تكثيف، ضرورة تكثيف التحركات في الجامعات في لبنان وفي مختلف الجامعات في الدول العربية، أسوة بما يجري في الدول الغربية تحديدا في أمريكا وفرنسا وعموم أوروبا. لذلك هذه التحركات يبدو أنها مستمرة، وسيكون هناك تحركات كما فهمنا في الأيام المقبلة، ونحن نتابع بالطبع هذه التحركات ورفع الشعارات المؤكدة دائما على دعم فلسطين. محمد، أتحول إليك مجددا أمام مبنى الجامعة اللبنانية الأمريكية علي الأحمر لاستكمال نقل المشاهد التي تأتينا معك من أمام المدخل الجنوبي لهذه الجامعة. نعم محمد، كما كنت أتكلم سابقا أنهم طلاب الجامعات أو ما يسمى بالجيل زد، بهذا التحرك وبمثله من التحركات في باقي الجامعات اللبنانية والأمريكية والأوروبية أيضا، يقولون للظالم أنك ظالم وللمظلوم إننا معك. إنهم يؤكدون مشروعية إقامة دولة فلسطين من النهر إلى البحر، أيضا يؤكدون دعمهم للمقاومة، وبذلك يكسرون السردية أو الرواية التي عملت جاهدا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكيان الاحتلال لترسيخها في أذهان الأجيال السابقة وهذا الجيل الجديد. ولكن هذا الجيل كسر هذه الرواية التي صرف عليها الكثير من الأموال عبر عقود خلت وجعل في خدمتها الإعلام والفن والسياسة والموسيقى والأدب، والكثير من الأشخاص جندوا لخدمة هذه الرواية التي تتحدث أو تتناول ما يسمى بمظلومية إسرائيل. ولكن هذا الجيل الجديد
أراد القول. نحن لقد وصلتنا الصورة الحقيقية، نحن نرى هذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. هم يطالبون إدارة الجامعات محمد بإنهاء العلاقات مع الشركات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما التي توفر التكنولوجيا للاحتلال، إضافة إلى اعتماد الشفافية في استخدام رسوم الدراسة والاستثمارات المالية لضمان عدم دعم موارد الطلاب لأي ظلم، أي أن هؤلاء الطلاب لا يريد أن يستفاد الاحتلال من رسومهم أو ما يدفعون. اسمح لي فقط محمد ولو بأقل من دقيقة أن أخذ رأي أحد الطلاب. نعم سريعا، ماذا توجه رسالة إلى جامعتك وماذا تقول اليوم في هذه المناسبة؟ نحن بهالجامعة كل الطلاب موحدين، موحدين عشان قضية وحدة، عشان فلسطين، عشان غزة. العالم بغزة عم تنباد وعم تنقتل، نحن هون معهم وواقفين معهم. نعم محمد، إذا هذا هو رأي الطلاب هنا في الجامعة اللبنانية الأمريكية. أتحول مجددا إلى عباس صباغ من أمام الجامعة الأمريكية في بيروت الـ AUB، والمزيد من الاستصراحات للمتظاهرين أمام المبنى والذين لم يسمح لهم بطبيعة الحال بدخول حرم الجامعة من خريجيها. تفضل عباس. نعم محمد، تواصل الاعتصام او الوقفه التضامنيه داخل حرم الجامعه الامريكيه في بيروت، طبعا مع منع بعض الطلاب من المشاركه وكذلك منع بعض وسائل الاعلام من تغطيه هذا الحدث، هذه الانتفاضه الطلابيه اللبنانيه مع فلسطين ومع غزه. بعض الطلاب الذين ايضا خرجوا لنستصرحهم في هذا المكان عن هذه الوقفه التضامنيه اليوم، ماذا تقولون لفلسطين من خلال هذه الوقفه؟ نحن نوجه رسالة لشعب فلسطين بأننا معهم، ولشعبنا في جنوب لبنان الذين ينزفون وجعا، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهم. أنت أيضا شاركت في هذه الوقفة، ماذا تقول عن هذا اليوم، عن تحرك طلاب لبنان مع فلسطين؟ هذا التحرك مهم جدا، ليس فقط لنري الجامعة أن هناك عدد كبير من الطلاب المتضامنين مع المقاومة ومع المقاومة في غزة والجنوب، بل أيضا لكي نخرج ونطالب بوقف شراء المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني، ولكي نعلم أين تذهب استثمارات الجامعة وإذا ما كانت تدعم الكيان. يعني ستواصلون هذا الاعتصام، ما هي الترتيبات يعني فقط داخل حرم الجامعة أم هناك توجه للخروج إلى هذا المكان أمام الجامعة؟ لا، بسبب الشتاء لا نعلم إذا ما كانوا سيخرجون إلى هنا، ولكن الاعتصام مستمر داخل الجامعة. طبعا محمد، يتواصل هذا الاعتصام وهذه الوقفة التضامنية، طبعا بعض الصحفيين الذين منعوا لا يزالون أمام المدخل، وأيضا من المنظمين منظمي هذه الوقفة ينضم إلينا أحد الناشطين، ماذا تقول في هذا اليوم لفلسطين؟ أول شيء قلوبنا مع فلسطين، هذا شيء طبيعي، وبهذا التحرك اللي هو تحرك طلابي بكل لبنان في ثلاث عناوين رئيسية. أول شيء وقف الإبادة طبيعي، ثاني شيء مطالبة بسحب الاستثمارات من الكيان، وثالث شيء وهذا شيء كثير مهم لأول مرة في عنوان سياسي اللي هو العنوان الفلسطيني التاريخي، تفكيك الكيان برمته، إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية من النهر للبحر. نعم، إذن هذه هي الأجواء هنا في الجامعة الأمريكية أو بالتحديد من أمام حرم الجامعة الأمريكية في بيروت، بينما يتواصل الاعتصام داخل حرم الجامعة. يعني سنحاول قدر الإمكان إظهار الصور ولو من مكان بعيد مع الزميل سليم ناصر الدين لإطلاع المشاهدين على هذا الاعتصام الذي يجري داخل الجامعة الأمريكية في بيروت، انسجاما وتلبية يعني انتفاضة طلاب لبنان لتأييد ولدعم فلسطين ولوقف والمطالبة وقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ول يعني منع الاستثمارات من قبل يعني الشركات المتعاونة والمؤسسات المتعاونة مع الجامعة الأمريكية في فلسطين المحتلة. هذه هي الأجواء حتى اللحظة من الجامعة الأمريكية في بيروت. نعم محمد، سنبقى معكم جميعا، شبكة مراسلين من أمام هذه الجامعات التي تشهد الحركات الطلابية المناصرة لفلسطين لغزة والمناهضة للإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم أمريكي مباشر. دكتور ليلى، يعني اليوم إلى أي مدى يمكن اعتبار أن طوفان الأقصى يحقق بالنقاط وحتى يعني بالمباشر
الأهداف التي من أجلها قامت هذه الملحمة ليس فقط على مستوى العمليات الميداني إنما أيضا ببعدها السياسي وبأبعادها أيضا المجتمعية الحركية، لأنه بطبيعة الحال سقوط السردية الصهيونية مقابل هذا الدفاع المستميت من كل أطياف التيارات والمجتمعات لعله فيه نصرة للرواية الفلسطينية للسردية الفلسطينية على حساب تلك الصهيونية. بداية هذه يعني 7 أكتوبر وما حصل من بعدها أعادت قضية فلسطين إلى الواجهة، كان هناك مسار تطبيع ومسار في المنطقة ويعني يفرضه الأمريكيون ويؤمن به العديد من العرب بأنه يمكن أن يكون هناك سلام بين العرب وإسرائيل بدون أن يعطى الفلسطيني أي حقوق. هذا اليوم سقط، الجميع يعرف أن بدون أن تعطى فلسطين دولة لن يكون هناك أي تطبيع وأي سلام مع الإسرائيليين. طبعا كشفت 7 أكتوبر وما بعدها كشفت زيف الرواية الإسرائيلية المستمدة وخاصة الذي دعمها الغرب بأن إسرائيل دولة ضحية ويجب عليها ويجب مساعدتها للدفاع عن نفسها ضد يعني عالم عربي يريد إبادتها، وهذا غير صحيح. الأمر الثالث أيضا أعاد إلى يعني غير مفاهيم بالغرب، نحن نعرف من انتفاضة الطلاب من الاستطلاعات الرأي التي أعطت دائما أن الشباب هم يدعمون فلسطين اليوم، يعني هذا تغيير جوهري وكبير جدا في الغرب يمكن البناء عليه فيما بعد لمناصرة قضايا فلسطين ولسحب الدعم من إسرائيل. طبيعة الحال هذا الهجوم الشرس على الإسرائيليين يعني بوجه آلة الحرب التي يقومون بها بحق الفلسطينيين بهذه الإبادة الجماعية، هذه الجرائم ضد الإنسانية التي تنتهكها قادة الكابينة اليوم، وهذا الذعر الإسرائيلي في المقابل من الجنائية الدولية. نتنياهو كان يعني طلب من بايدن بالمباشر الحماية لكي لا يذهب إلى المحاكمة، وبالتالي يعني أي سقوط لإسرائيل ولقادة إسرائيل في نظر المجتمع الدولي جراء تعرضهم لهذا النوع من المحاكمات انطلاقا من هذه الجرائم التي يعني يمارسونها ويتهمون بها. إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات بحق يعني نتنياهو وأركان الكابينة الإسرائيلي، طبعا إسرائيل ليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية، تستطيع أن لا تسلمهم، تستطيع أن لا تتعاون، ولكن هذا سوف يحرج بالتأكيد جميع الدول الأوروبية والغربية التي هي جزء لا يتجزأ من نظام المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي. لذلك يعني سوف يحرج سوف يحرج فرنسا، سوف يحرج ألمانيا، سوف يحرج بريطانيا، سوف يحرج العديد من الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل، التي تمدها بالسلاح والتي تدافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لطالما كانت هذه الدول تدعم الجنائية الدولية وتقول بأنه يجب أن يكون هناك التزام بأحكامها، التزام بالعدالة الدولية وعدم أن لا يكون هناك أفلات من العقاب، اليوم هم سيكونون أمام محك وأمام نظرة العالم في ازدواجية المعايير عندما يستمرون في دعم إسرائيل بالرغم من المذكرات التي سوف تصدرها بحق قادة إسرائيليين. طب بالعودة إلى مختاراتنا من صحيفة بيرغون التركية، هذه المرة يكتب الكاتب إبراهيم وارلي بعنوان وصول الحرب إلى لبنان يشعل منطقة الشرق الأوسط. يقول الكاتب أن الجيش الإسرائيلي يفضل الحروب القصيرة الأمد لأنه يشعر بالقلق إزاء فتح جبهة جديدة في حدوده الشمالية. فإذا اشتعلت الحرب في هذه الجبهة ستكون مختلفة تماما عن الحرب في غزة، لأن اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل يعني أن الأخيرة ستجد في المقاومة اللبنانية قوة لا تقل عن قوة الجيوش النظامية، على الرغم من أن إدارة بايدن أعلنت مرارا أنها لا ترغب بنشوب حرب جديدة مع لبنان، ما من شك في أنها ستقدم الدعم العسكري والسياسي والمالي لإسرائيل في اندلاع حرب من هذا القبيل. هل ستجرؤ إسرائيل في هكذا لحظة دولية وهكذا لحظة ميدانية أن تقدم على هذه الخطوة دكتور ليلى؟ الفكرة أنه يقال أن الأمريكيين سوف يدعمون إسرائيل في حال شنت حربها على لبنان، هم يدعمون الآن إسرائيل، الأمريكيون يديرون الحرب في غزة، يزودون إسرائيل بالسلاح، يزودونها بالمعلومات الاستخباراتية بكل شيء، يعني الأمريكي والإدارة الأمريكية ليست بعيدة عن الحرب في غزة. فإذا كان الإسرائيليون بكل هذا الدعم الأمريكي والغربي والعالمي الذين يعني يتعاطف معهم حول 7 أكتوبر أو يقول بأنهم
من حقهم يدافعون عن أنفسهم. وها هي 7 أشهر تمر ولم يستطيعوا القضاء على المقاومة في فلسطين، ولم يستطيعوا أن ينهوا حماس كما قالوا، ولم يستطيعوا أن يعيدوا الأسرى بالقوة كما قالوا أيضا. فالحرب مع لبنان ليست نزهة. لقد وعد السيد حسن نصر الله في وقت سابق بأنه إذا تجرأ الإسرائيلي وشن حربا على لبنان فسوف تكون الحرب داخل فلسطين المحتلة ولن تكون داخل لبنان. المقاومة لم تكشف كل أوراقها بعد، هناك الكثير من الأوراق التي سوف تفاجئ الإسرائيلي ومعه كل الداعمين من الغرب. لذلك يعرف الإسرائيلي أن الحرب على لبنان سوف تكلفه الكثير، سوف يعني تكلفه، قد يكون تكلفه انهيار من الداخل، لذلك لن يجرؤ للقيام بها. شكرا جزيلا لك دكتور ليلى عنقول، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، شاركتنا هذه الساعة من بيروت. أعود إليك عباس الصباغ من أمام الجامعة الأمريكية في بيروت، والمزيد من الاستصراحات من أمام المدخل الرئيسي للجامعة إليك. نعم، تنضم إلينا الطالبة حنين جراد، هي من طول كرم يعني من فلسطين وتدرس في هذه الجامعة في الجامعة الأمريكية في بيروت. أولا لنسألها أهمية هذا الاعتصام الذي يجري في هذه الأثناء لنصرة فلسطين وبالجو العام في هذه الجامعة. صحيح، أول شيء هذا الإشي على مستوى عالمي، فحبينا إحنا كطلاب جامعة أمريكية ببيروت نعتصم ونتظاهر مع باقي جامعات العالم، مش بس كجامعة أمريكية بل كوطن عربي. كنا لازم نتضامن مع أخوتنا وإحنا بفلسطين وبالضفة، سواء كان بلبنان، فلسطين، غزة، طول كرم وجميع أنحاء العالم. طيب، شو أهمية الاعتصام والتضامن طلاب العالم نرى في أمريكا، في أوروبا، اليوم في لبنان من أجل نصرة الشعب الفلسطيني؟ كيف سيكون يعني انعكاس هذه التحركات الداعمة على الفلسطينيين المقاومين الذين يتعرضون للإبادة الجماعية منذ 7 أشهر؟ أهمية الاعتصام طبعا بيكون على شكل عالمي وبشكل كبير، أنه إحنا كجامعة أمريكية مدعومين بشكل أساسي من أمريكا، فهذا أهمية الاعتصام بيظهر أنه الطلاب كلنا مع إحنا وإخواتنا في غزة وبالضفة وجميع أنحاء العالم. نعم، إذن يعني هذه هي الأجواء. طبعا إشارة أيضا إلى أن بعض الصحفيين طبعا ينتظرون أيضا الإذن من أجل الدخول إلى حرم الجامعة، وطبعا البنع ما زال موجودا. أما على الشارع هنا قبالة المدخل الرئيسي محمد، فلا تزال يعني يزال عدد من الطلاب يوزعون القصاصات على المارة والسيارات التي تدعو لمقاطعة أولا كل من يتعامل مع الكيان الإسرائيلي، وأيضا من أجل نصرة غزة ونصرة فلسطين ونصرة المقاومة. يعني هذا الحراك هنا في الجامعة الأمريكية في بيروت مستمر منذ الساعة 11 بتوقيت القدس الشريف، ولا تزال الفعاليات تجري في هذه الجامعة وفي جامعات لبنان في هذه اليوم، انتفاضة طلاب لبنان لدعم فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يتعرض لأبشع إبادة جماعية في التاريخ. نعم محمد، سأعود إليك عباس. أتحول إلى حسين السيد مجددا من جامعة اللبنانية الدولية الآيو، وهذه المشاهد التي لا تزال تأتينا من وسط بيروت من أمام هذه الجامعة بما تعبر عن آراء هؤلاء الطلاب في حراكهم الداعم لغزة والمناهض للإبادة الجماعية الإسرائيلية. تفضل حسين. بالفعل محمد، يعني هذا التحرك بدأ منذ أكثر من ساعة ولا يزال حتى الآن مستمرا، يعني هذا التحرك الذي رفع فيه المتظاهرون بداية والمحتجون الطلاب هنا في الجامعة الأيو العلم الفلسطيني، علم فلسطيني ضخم امتد على طول الشارع هنا أمام المبنى الرئيسي في الجامعة، وأيضا كان هناك رفع للعلامة الفلسطينية وتأكيد من خلال الشعارات والهتافات المستمرة على دعم القضية الفلسطينية، مساندة غزة والتضامن مع غزة، وأيضا رفع صور الشهداء سواء شهداء حركة حماس والجهاد الإسلامي وأيضا شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وكذلك الأمر صور لشهداء ارتقوا على طريق القدس خلال هذه المواجهة خصوصا في جنوب لبنان. وكان هناك تأكيد بالطبع على أن هذا التحرك سيكون هنالك أيضا تحركات متتالية هنا في الجامعة في
في جامعة الأيو، وأيضا ستكون هذه التحركات مكثفة بدءا من اليوم، لأن هذه التحركات كما أكد الطلاب هنا يجب أن تكون فاعلة في العالم العربي كما هي فاعلة أيضا في الدول الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد جامعاتها احتجاجات طلابية واسعة تطالب بوقف العدوان على غزة، وأيضا في الجامعات الأوروبية. إذن هذه التحركات تأتي اليوم بالتأكيد على أن الشعوب العربية والطلاب خصوصا الجامعيين هنا في الجامعات، في جامعة بيروت خصوصا وفي جامعات بيروت خصوصا، هم متضامنون مع غزة، يبدون تضامنهم دائما مع غزة، يؤكدون أن خيار المقاومة هو الخيار الأوحد في سبيل تحرير فلسطين وأيضا مواجهة هذا الاحتلال الذي لا يعترف كما نعلم بأي مواثيق وأي معاهدات دولية، ولا يتوقف عند أي يعني محاولات أو دعاوى قضائية. إذن الحل الأمثل بالنسبة لهؤلاء الطلاب هو المقاومة، تأكيد على دور المقاومة البارز سواء هنا في جنوب لبنان أو في قطاع غزة يعني التغلب ولإنهاء هذه الحرب وهذا العدوان بانتصار لهذا المحور المقاوم، وأيضا في المقابل هزيمة لإسرائيل. إذن هذه التحركات الطلابية اليوم هي تحركات واسعة تشهدها بيروت بمعظم جامعاتها. هؤلاء الطلاب جاءوا اليوم بالتأكيد على أنهم داعمون للقضية الفلسطينية، داعمون للمقاومة على جميع وعلى مختلف انتماءاتها. كان هناك شعارات مؤكدة على دعم مختلف حركات المقاومة من لبنان إلى فلسطين إلى كامل المنطقة، وأيضا تأكيد على دعمهم وتضامنهم مع ما يشهده وما تشهده الجامعات الغربية من قمع في الولايات المتحدة تحديدا التي تدعي الديمقراطية وتدعي أنها يعني أرض حرية التعبير، يقمع فيها الطلاب نتيجة فقط احتجاجهم على العدوان الإسرائيلي وعلى دعم جامعاتهم لمؤسسات تدعم هذا الكيان، يجري قمعهم هناك. لذلك يأتي هذا التحرك أيضا في سياق التأكيد على دعم هذه التحركات الطلابية في الغرب والتعويل على استمرارها لمحاولة إحداث حرق في الشارع الغربي.